الحمد لله كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، أكرم عباده بنور الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وأشهد أن لا إله إلا الله تنزه في ملكه كما يشاء وكيف يشاء، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله ربه بالرسالة إلى العالمين بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وصحابته أجمعين وعلى من تبع سنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعًا إخواني وأخواتي الأخيار، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعًا من الجنة منزلًا. وبادئ ذي بدء أقدم الشكر والعرفان والترحيب لمقام رئيس البلاد حفظه الله، ولمقام رئيس دولة رئيس الوزراء، ولرئيس البرلمان، ولمعالي وزير الشؤون الدينية، وللحكومة الموقرة، ولشعب غينيا الكريم على ما لقيته والوفد المرافق لي من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. كما لا يفوتني أن أنوه بجهود سفارة المملكة العربية السعودية في دولة غينيا، بجهود أخي وزميلي فضيلة الدكتور فهاد الشمري، على ما لقيته من حفاوة الاستقبال ولتسهيل الإجراءات، والذي هو صفحة وضاءة للمملكة العربية السعودية في دولة غينيا الشقيقة والصديقة. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بكم في هذا المكان على طاعته أن يجمعنا جميعا في دار كرامته مع سيد الدعاة وقدوتهم سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله تبارك وتعالى، إن من مرتكزات وسمات دين الإسلام ما يلي: أولاً، ارتكازه على العقيدة الصحيحة، فما زال الأنبياء منذ آدم عليه الصلاة والسلام إلى خاتم الرسل محمد عليه الصلاة والسلام يدعون إلى عقيدة يوحى بها إليهم ويطالبون بها ولا يقبلون عنها بديلا. وإن دعوة يكون مصدرها هو الوحي السماوي، لا بد أن يبقى لها الخلود رغم دعوات النفعيين والماديين. فدعوة الإسلام مصدرها القرآن الكريم، وهو الكتاب السماوي الوحيد المحفوظ من رضا الله عز وجل. وإن المفارقة بين دعاة الإسلام والدعاة النفعيين أن الأولين يتخذون من دعوة الأنبياء قدوة وسلوكا، ممتثلين لأمر الله في قوله تبارك وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. وقوله عز وجل: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. أما الدعاة النفعيون ذو المصالح الهابطة فإنما يلهثون من وراء أفكارهم طمعا لتحقيق مصالح عاجلة بطرق مشبوهة يلفها كثير من المكر والخداع والضلال، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا والإسلام منهم براء. إن الداعية الحقيقي لا يبغي بديلا عن عقيدة التوحيد السمحة النقية المأخوذة من مشكاة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أن الدافع الحقيقي في الدعوة الإسلامية
هو رضا الله عز وجل أولا، وهو منهج الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو ما جاء على لسان نوح عليه السلام في قوله تعالى: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنه ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. وإنما ذكرت نوحا عليه السلام لأنه أول الرسل الذي استغرقت رسالته زهاء 950 عاما دون كلل أو ملل، لم يتسخط قط ولم يعتبر أن جهده قد ضاع سدى، وقد رضي الله له عمله وترك له أثرا حسنا في الآخرين. يقول عز وجل: وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وإلا فكل الأنبياء والتوخوا جل في دعواتهم وأعمالهم فأدوا أماناتهم أداء حسنا، آخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك مكن الله لهم في الأرض وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فكانوا قدوة لمن بعدهم من المؤمنين الموعودين بالعلو والغلبة إذا توفرت فيهم الصفات الإيمانية الحقة، وعملوا لرضا الله تعالى بسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ووعد الله لا يخلف، قال الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ثالثا: أن الذي جاء بالدعوة إلى هذا الدين هو محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما، وهو الذي تشتد غيرته على ما جاء به من عقيدة وشريعة، وإن أكثر ما يشتد غضبه حينما تنتهك حرمات الله، فهو الذي قال لأسامة بن زيد حبه وابن حبه رضي الله عنهما لما أراد أن يشفع في امرأة من بني مخزوم وقد سرقت، قال له: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة ابنة محمد سرقت لقطعت يدها. فهل في المسلمين اليوم من تشتد غيرته إذا انتهكت حرمات الله جل وعلا كما عهد ذلك من السلف الصالح؟ رابعا: إن هذا الدين يشدد على أمور الآخرة ويكثر من ذكرها وينوه بشأنها تنويها، ومن اطلع على قصة الأنبياء يجد أن شوقهم للآخرة نصب أعينهم لا تزال ماثلة أمامهم بنعيمها وشقائها، فهم إلى الجنة أشد اشتياقا وفي حنين شديد، ومن جهنم في فزع كبير. في الوقت الذي نحن إلى دنيانا نركن وإلى نعيمها نميل، مع أن الله سبحانه قد حذر من الركون إلى الدنيا على حساب الآخرة، قال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. خامسا: أن الحكم في دين الإسلام لله وحده وما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله هو الحاكم المطلق، وشريعة الدين من حقه جل وعلا، قال تعالى: إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. وقال عز من قائل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله،
سادساً، إن علاقة الرسل الذين بعثوا بهذا الدين مع من بعثوا إليهم علاقة قدوة، يجب أن تترسخ في قلب كل مسلم، وفي الدعاة إلى الله أشد وأحوج، إذ في ذلك جلب لرضا الله تبارك وتعالى ونعيمه. يقول المولى عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أما الميل إلى الظالمين وإيثار طريقتهم والسير على نهجهم فذلك من سخط الله المستلزم للبعد عنه. قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. تلكم بعض المميزات لهذا الدين الذي ارتضاه رب العزة للمسلمين وأمرهم باتباع منهجه والمحافظة عليه ومقاومة كل المؤامرات الظاهرة والخفية التي تود النيل منه بشتى السبل والحيل. إنه هو الدين الذي سيبقى إلى آخر الدنيا، لأن الله عز وجل تكفل بحفظه، فقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويقول عليه الصلاة والسلام في رواية سيدنا معاوية بن سفيان رحمه رضي الله تعالى عنه: ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. رواه البخاري. إن الأمة الإسلامية في هذا الوقت بالذات تحتاج إلى تصحيح ما فسد من أمور عقيدتها، كما تحتاج إلى من يعيد لها مجدها وأمجادها التي صنعها القرآن الكريم وصاغها صياغة خاصة. فاستطاع المسلمون بذلك أن ينشروا خير الإسلام في ربوع الأوطان التي فتحوها، فسعد بهم من دخل في الإسلام ومن لم يدخل، ذلك أنهم استطاعوا أن ينشروا عدل الإسلام وحريته ومساواته بين العباد، فصار الفاتحون بذلك قادة العالم، فكانت الحضارة الإسلامية خير ما عرفته البشرية من الحضارات قرون طويلة، إلى أن دب الضعف والهوان بين المسلمين فانشغلوا بأنفسهم، وقامت الفتن بينهم، وفسدت أخلاقهم وعقيدتهم، فتقدم غيرهم في الحضارة المادية ونكصوهم إلى الوراء، فوقع ما وقع والله المستعان. يقول المولى جل وعلا: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. فاتقوا الله تعالى أيها الشعب الكريم في غينيا كوناكري، واشكروه على أن أمنكم في دينكم ودياركم وأولادكم، فإن الأمن أعلى المطالب وأهم الضرورات، فيه تصان النفوس والأديان وتحفظ الأموال والأعراض والأنساب وتقام الحضارات، فتحقيق الأمن للبشرية من أعظم وظائف الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذا قدم الله الأمن على الرزق في مقام الدعاء، حينما دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لمكة فقال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. ومن هنا فإن المسؤولية عظيمة تجاه هذا المكتسب الضروري والمرتكز الأساسي لكل دولة والأمم يقاس رغد عيشها وسعادتها ونموها وتقدمها بقدر ما حققته من أمن لشعوبها، إذ يشكل الأمن مع العافية والرزق الملك الحقيقي للدنيا. فعن عبيد بن الله بن محسن الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. رواه الترمذي وابن ماجه بسند حسن.
أيها الإخوة الكرام، الأمن قرين الإيمان، فلا يتحقق الأمن إلا بالإيمان. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولله در من قال: إذا الإيمان ضاع فلا أمانا ولا دنيا لمن لم يحيي دينا. ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. ونعمة الأمن هي مطلب كل أمة وغاية كل دولة، من أجلها جندت الجنود ورصدت الأموال، وإن أمرا هذا شأنه ونعمة هذا أثرها لجديرة بأن يبذل في سبيلها كل غال ونفيس، وأن تستثمر الطاقات وتسخر الجهود والإمكانات في سبيل الحفاظ عليها وتعزيزها. وصمام الأمان في ذلك هو إمارة البلاد التي لم تدخر جهداً في إيصال سبل العيش الرغيد والأمن الوافر والسعادة التامة لكل مواطن في هذه البلاد. وإذا تخلى أبناء المجتمع عن دينهم وعقيدتهم وكفروا نعم ربهم أحاطت بهم المخاوف وانتشرت بينهم الجرائم وانهدم جدار الأمن وادلهم ظلام الخوف والقلق. وهذه سنة الله التي لا تتخلف في خلقه. قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. والمعاصي والأمن لا يجتمعان، فالذنوب مزينة للنعم وبها تحل النقم. قال سبحانه: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. والطاعة هي حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين. وبالخوف من الله ومراقبته يتحقق الأمن والأمان. فهابيل امتنع عن قتل قابيل لخوفه من ربه جل وعلا: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. فعلينا جميعا أفرادا وجماعات أن نحافظ على نعمة الأمن والاستقرار، نحارب كل ما يزعزع أمننا ويهدد وحدتنا ويوقع العداوة بيننا، وأن نحقق ما أوصانا به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما في مواطن الفتن وأيام المتغيرات من السمع والطاعة لولي أمرنا ولزوم الجماعة، وأن نتواصى بالحق ونتعاون على البر والتقوى. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. فواجب علينا أن نلتزم جماعة المسلمين وإمامهم، ونتصدى للأفكار التي تنتج الانحراف الفكري في جانب المبادئ والعقائد أو في جانب السلوك والأخلاق، الانحراف المتمثل في تعاطي المتخدرات واتباع الأخلاق السيئة التي يجر إليها شبابنا بأساليب ماكرة، وأن نحافظ على الأمن بالتعاون بيننا وبأداء كل منا وظيفته أحسن الأداء ينصح فيها ولا يخون ولا يماطل حقوق الناس، ونحارب كل أنواع ومظاهر التمييز الذي قد تتمثل معانيه في عدة تسميات كالعنصرية والطائفية والقبلية، ونحافظ على الأمن بتحقيق العدل في جميع المجالات، إذ به تسود المحبة والوئام والاتفاق بين أبناء الشعب الواحد. لذلك يقال دائما: العدل أساس الملك، كما أن نصوص الإسلام دعمت هذا المبدأ وترسخ في أذهان الناس تساويهم في الحقوق،
وأنهم كأسنان المشط، ولا فرق بين العربي والعجمي إلا بالتقوى، حيث إن قاعدة التقوى هي المقياس الوحيد، لتصنيف البشر ومدى قربهم أو بعدهم عن طريق الصواب والصلاح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ هذه البلاد حكومة وشعبا، ويوفقها لما فيه الخير للبلاد والعباد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.